الضباط في السجن انه يقولوا لك لا احنا لا نلتزم باي قانون، احنا ما فيش اي قانون بيحميك مننا، احنا نقدر ناخدك، نقدر نقتلك، نقدر ندفنك، نقدر ندورك، نقدر نعذبك، انت ملك لنا. ظروف حياة لا أدمية ومهينة، كان مكان بياتنا في لحظات لما نصل إلى 32 بني آدم بالكاد عبارة عن 2 فيست ونص، دي المساحة المسموحة لنا بالنوم عشان نقدر يكفي 32 شخص، أو إن احنا ناخد أدوار في النوم عبر الزنزانة. ونص لم يتم التحقيق معايا إلا 45 دقيقة، وال 45 دقيقة دول الوحيدين عبر سنتين ونص اتسألت فيهم عن رأيي في ثورة 25 يناير 2011، ولا مين اللي انتخبته في رئاسة الجمهورية، ولما صرخت إنه إيه علاقة ده بالاتهامات كان دايما الرد إنه والله أنت متهم بالانضمام لجماعة إرهابية. هي إيه اسمها الجماعة الإرهابية؟ قال والله ما نقدرش نقول لك. طب انت متهم بنشر اخبار كاذبه على صفحات التواصل الاجتماعي، طب انا ما عنديش صفحات تواصل اجتماعي. مش مهم، المهم انه هذه التهمه وهذا الكوكتيل من التهم هو ما يتهم به دائما الناشطين والسياسيين والحقوقيين والاطباء وابناء الشعب المصري بكل طبقاتهم بشكل مستمر لارهاب حركهم. مصر تحولت إلى جمهورية خوف، إرهاب للمنظمات الحقوقية ومنع عملها، والبعض منها بيحل نفسه وبيروح خوفا من المطاردة الأمنية ومنع من السفر. الأحزاب السياسية ما تقدرش تعمل فاعلية داخل مقر الحزب. لازم نغير قواعد اللعبة ولازم نجبرهم على إنهاء أزمة حقوق الإنسان وأزمة المعتقلين في السجون المصرية. في وقت الحكومات في أوروبا عجزة عن الحركة ورؤيتها لمصالحها قصيرة المدى تتبنى علاقة من هذا النوع، ده دوركم في البرلمان ودور المشرعين إنهم يتحركوا. بيعذبوا زمايلنا ومربطينهم على الحديد وبيعذبونا وبيقولوا لنا الدور عليكم، بعد اذن سعادتك سعاده الرئيس عايزين نشوف الكلام دوت وحكومه السلام بتعمل فينا ليه كده.